قدم رئيس القائمة الكردستانية برهم صالح استقالته من عضوية برلمان إقليم كردستان العراق استعدادا لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم. وأوضحت مصادر أن صالح قدم استقالته من عضوية البرلمان إلى هيئة رئاسة البرلمان الأسبوع الماضي، وسوف تعرض هيئة الرئاسة استقالة رئيس القائمة الكردستانية على جميع النواب خلال جلسة لها اليوم، ويتم قبولها رسميا. من أربيل ينضم إلينا الزميل أحمد صالح. أهلا بك أحمد إلى هذه النشرة. الآن بالنسبة لتكليف الدكتور برهم بتشكيل حكومة الإقليم، ما هي دلالات ذلك إن كان بالنسبة لمنصبه في الحكومة العراقية أو بالنسبة لتوازن القوى الرسمية بين الطرفين والحزبين الرئيسيين الكرديين؟ أهلا نجوى. طبعا بالفعل قبل حوالي نصف ساعة من الآن صوت أعضاء برلمان كردستان بالإجماع على قبول استقالة صالح، وطبعا هو الآن في إطار أنه سيكلف رسميا من قبل رئيس الإقليم لرئاسة الحكومة الكردية المقبلة في الإقليم، والتي ستستمر لسنتين قابلة للتجديد. طبعا ملامح هذه الحكومة كما تعلمين نجوى أن هذه الحكومة هي سترث يعني تركة ثقيلة مثقلة بالأزمات بين بغداد والإقليم، ولكن هناك من يرى أن صالح يمتلك عوامل مساعدة قد تزيد من خصوبة الأجواء بين العراق بين الحكومة العراقية وبين الحكومة هنا في أربيل، كونه أول عامل أنه يمتلك 6 سنوات من العمل المشترك في الحكومة العراقية كوزير ونائب رئيس وزراء وأيضا في بغداد. وطبعا الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، والتي هي طبعا جعلت كل الكتل السياسية تنظر بعين المصلحة مع الكتل السياسية الأخرى الكبيرة في حالة التحالفات والمشهد السياسي القادم، بالتالي هناك تفاؤل في هذه الحكومة من خلال إذا ما مسكت زمام الأمور بعد يعني نحن بعد أمام حوالي أسبوعين. نحن أحمد أمام نعم يعني صورة تسوية للعلاقة بين الطرفين، خاصة أن هذه الحكومة هي التي ستجري الانتخابات المقبلة أيضا. بالتأكيد. وطبعا أيضا هناك ثقل آخر طبعا يقع على هذه الحكومة داخل الإقليم. طبعا من المعروف أن هذه الحكومة فازت بصعوبة إلى حد ما، ومسكت ستمسك الحكم بصعوبة بحيث أن هناك معارضة كانت قوية وصلت إلى 40%. بالتالي هناك أيضا مسؤولية لإعادة الأجواء وترتيب البيت الكردي الداخلي، هذا من جهة. طبعا أيضا نجوى يتوقع طبعا ونقل عن الرئيس الوزراء المقبل للإقليم أنه يتوقع خلال أسبوعين سيتم هذا التكليف الرسمي، وبالتالي الإعلان عن التشكيلة القادمة. وطبعا هي تشكيلة توافقية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الذي يتزعمه الرئيس الطالباني، حزب الاتحاد، وحزب الديمقراط الذي يتزعمه البرزاني. شكرا جزيلا لك أحمد الصالح، كنت معنا من أربيل.